أيوة حياتي، كيفك فريد؟ منيح، أنا برا هلأ، بس يمكن يخلص شحن موبايلي بأي لحظة. حبيبتي إن دخل المطلوب مغلق أو خارج نطاق الخدمة، يرجى ترك رسالة بعد سماح الصوت. خلص شحن. ما بظن انه ابي هو اللي غير، حتى ابي ما بينتبه لهيك شغلات. طلع عليه، هذا جديد. شوف انا مبسوطة كثير لانك رح تضلي معنا عائشة، وانا مبسوطة كثير ما كان الي حدا، وهلأ صار عندي بنت خالي. راح تكوني حلوة كتير، لا عاد تعبسي، تحكي لشو، ضحكتك كتير حلوة إلي. راح ساوي لك شعرك ويبي بيطلع بجنن عليك. ماشي، أنا كتير مبسوطة أختي عائشة، إن شاء الله ربي يسعدكم حبيبتي. شكراً إلي، إن شاء الله. وأنا فرحت لأنك صرتي أحسن. وقالت لي حياة عائشة هنيك بخطر وروح انقذها، وأنا رح أدهنيه. حطيت روحي بكفي وخطفتك من البيت وشبهتك. ألو كريم، أنا فريد. خلص شحن موبايلي، لهيك عم بتصل من موبايل إندر. بدي أسألك عن شغلة، أنت أخذت سيارة أبي على المنطقة الصناعية شي وصلحت الستوب الوراني؟ لا فريد بيك، أخذت مشان يفحصوها بس ما بدلت ولا قطعة. متأكد؟ متأكد فريد بيك، لو تغيرت أي قطعة كانت بينت بالفاتورة. إيه والله مزبوط. طيب شكراً لك، يسلموا. إيه لكان مين غيره؟ والأهم من هيك ليش غيروه؟ ما بعرف مين هو اللي غيره ولا ليش غيره، بس أكيد هاد الستوب كان مكسور. أنا متذكر هالشي مثل ما لي شايفه. مثل ما بتعرف المرحوم أبي ما كان فاضي يروح المنطقة الصناعية ويهتم بالسيارة، أصلاً هو ما بيحب هيك شغلات. أكيد بده يطلع شي من وراء هذا السيارة.